التخوف هو ان ملي تنسمعوا ان الرضع والاطفال كيتصابوا بشكل كبير، فالان باش تكون هناك واحد المعلومه مهمه بالنسبه لهذه الاعراض يعني والعلامات اللي كتبان عند هاد الاطفال والرضع، لان اي زكام اللي تتشوفوا الام تتقول صافي راه الولد تصاب، يعني هل هناك علامات خاصه كيتصاب بها الاطفال والرضع تختلف عن الكبار؟ لا، هي العلامات على العموم، على العموم هي تلتقي مع كل انواع الزكام باش نبداو، غير ان هناك بعض الخصائص مثلا انه الم الراس وانه مثلا انه الام ديال العضلات، هذا كيشكيو بها الاطفال الكبار كيعرفوا، لان كيعرفوا يعبروا، وكاين اطفال صغار وهكا كيشكيو بالم الراس اللي هو حاد جدا، يعني لانه يستغرب حتى الاطفال بانه الم كبير ديال الراس. هذا هو الحوايج اللي هي زعما انه خاصه بهذه المتحورات ديال الاوميكرون. هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى السعال، هو سعال اللي هو مكثف، يعني انه سعال، وهذا راجع لانه الاوميكرون لا يمس القنوات السفلى، وهذا ايجابي جدا، ايجابي جدا، وفي نفس الوقت هو عنده واحد الدور في الانتشار، فكتعني بانه يكون سعال حاد، يعني ما كيخليش الاطفال يناموا، وكيكون يعني اليوم كامل والاطفال كيفعلوا هذا السعال، هذا هو انه يصيب، يعني انه القنوات العليا، كل ما اصاب القنوات العليا كل ما كيكون السعال حاد وقوي، وكل ما انه اصاب القنوات السفلى فيكون السعال اقل ولكن يصيب الرئه. فالحسن الحظ انه الاوميكرون يصيب القنوات العليا ديال فكنقولوا واش كيشبه الزكام؟ طبعا يشبه الزكام، هو صعب جدا انه يفرق ما بين الزكام وما بين الاوميكرون.